الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم لعبة نجم بالورق أو بما يسمى الشدة، وهي مثل القمار لكن بدون مراهنة وبدون فلوس، ولا وهل تجوز؟ وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين. المتقرر عند العلماء أن كل وسيلة تفضي إلى الوقوع في الممنوع فهي ممنوعة، والمتقرر عند العلماء وجوب سد الذرائع التي تفضي إلى الحرام، واللعب بمثل هذه بمثل هذا النوع من اللعب حتى وإن لم يكن في واقع الأمر وحاله وآنه شيء من الأمور التي تتضمن تحريمه، إلا أنه يعتبر وسيلة إلى الترقي إلى ما هو حرام حقيقة وإجماعا، فسد الذرائع في مثل ذلك الأمر مطلوب. وقد سئلت اللجنة الدائمة عن اللعب بالورق إذا كان لا يلهي عن الصلاة ولا يترتب عليه ارتكاب محرم، فأفتوا بأنه لا يجوز ولو كان بغير عوض، لأن الشأن فيه أن يشغل عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة، وإن زعم اللاعبون أنه لا يصدهم عن ذلك، ثم هو ذريعة إلى القمار والميسر، لأنكم ربما تلعبون اليوم بلا عوض واليوم الثاني بلا عوض، أو هذا العام بلا عوض والعام الثاني بلا عوض، لكن الأمر إذا استمرأه الإنسان فإنه لن تطيب نفسه أن يلعب بعد ذلك بلا عوض، بل يريد أن يتشبه بهؤلاء الذين يلعبون بالعوض، فقطعا لدابر الوصول إلى هذه النتيجة المحرمة نقطع الطريق من أوله ونطفئ الشرارة من أولها. فعلى الإنسان أن يبتعد عن مثل هذه اللعبة التي تتضمن تشبهه بالمخالفين لأمر الله من لعبة القمار، حتى مجرد المشابهة في الصورة الظاهرية لأهل الباطل والفسق والمجون هي لا تجوز، سواء كانت بعوض أو بغير عوض، فقطعا لدابر المشابهة في الظاهر نقول بأن هذه اللعبة لعبة محرمة ولا يجوز فعلها. وينبغي أن يحمل كلامنا هذا على المحمل الصحيح، فنحن لا نسد باب سعة الصدر ولا اللهو ولا اللعب في حدود الضوابط الشرعية، لأن عندنا أبوابا كثيرة يحصل بها سعة الصدر ويحصل بها انشراح الخاطر وإراحة النفس بغير هذا الطريق الذي ربما يجرنا إلى حفر من المحرمات نحن في غنى عنها. فإذا الذي أرى في هذه اللعبة أنها محرمة لما فيها من التشبه بمن يلعبها بعوض من الفساق وأهل المجون، ولأنها ربما تكون وسيلة إلى الوقوع في اللعب بالعوض فيها، ولأنها لا بد أن تشغل اللسان عن ذكر الله ولا بد أن تصد عن الصلاة، حتى وإن احتاط اللاعبون في أول الأمر ألا يصيبهم شيء من ذلك، لكن الأمر إذا استمرأه الإنسان سيجره ذلك قصدا. والقاعدة المتقررة في مثل هذه المسائل هي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فلربما لعبها في أول الأمر مع أخذ الاحتياطات في عدم أخذ العوض فيها هي الخطوة الأولى التي ستقودنا إلى خطوات أخرى، فسد الذرائع في مثل ذلك مطلوب، والله أعلم.